سيل انجري؟ لا صح، يعني احنا دخلنا في الميكانيزم وصلنا لمرحله الريفرس. ولا حد سالني، ولا حد قال لي تطلع من طيب عشان كده في سؤال بقى بيقول لك ايه، ايه هي البوينت اوف نو ريتيرن؟ يعني انا ايه المرحله اللي اوصل لو لما اوصل لها اقول ان انا وصلت لمرحله الريفرسبل اللي هي انه حته تحديدا السلم برين دامج. يبقى لو وصلنا الى برافو عليك، لو وصلت لمرحله السلم برين دامج باي ميكانيزم ايا كان لا يمكن ترجع ولو وصلت المرحله، ما خلي بالك دي هتيجي امتى، لو وصلت للميتوكوندريال دامج او ميتوكوندريال سويلنج. ايش معنى؟ لان الميتوكوندريا خلاص بيقدر بس سويلنج بيحصل بتريليز الفري ايه الفري راديكال تمام وتبدا تكسر. فلما يقول لك ايه هي الساينز اللي تقدر تعمل فيها ديستنجوش بتوين الريفرسبل او الريفرسبل، في طريقه ثانيه بيسموها بوينت اوف نو ريتيرن. بوينت اوف نو ريتيرن اللي هي نقطه العوده اللي هي سكه الروح ما يرجعش. بوينت اوف نو ريتيرن او اللي هي الساينز اوف سيل الريفرسبل سيل انجري هم اثنين. لو حصل سيل ميمبرين ده مش باي طريقه ما عادش في خليه خلاص لا يمكن ترجع كويس، او لو حصل ميتوكوندريال سويلنج او ميتوكوندريال دامج لا يمكن برضو ترجع، لان الميتوكوندريال سويلنج او دامج بينتج عنه فري راديكال، والفري راديكال بتكسر في الايه في الخلايا. يبقى دي التو بوينتس اللي بيحصل عندهم الريفرسبل سيلنج. فيما عدا ذلك ممكن يبقى ريفرس. يبقى ريفرسبل ازاي ايه الميكانيزم، يعني ازاي الدنيا ترجع زي ما كانت، ترجع زي زمان يعني. لو احنا رجعنا الاوكسجين هيحصل ايه؟ هيبقى في اي تي بي، ولما يبقى في اي تي بي هتشتغل الصوديوم بوتاسيوم بوم، هتعمل ايه الصوديوم والكالسيوم؟ يقوم تطرد ايه؟ الصوديوم. هتطرد لوحده؟ هتطرد لوحده؟ لا، هيطلع معاه الميه والكالسيوم اللي كان هيعمل مشاكل يطلع والدنيا ترجع زي زمان. خلاص؟ ومش هنزود اللاكتيك اسيد. ومش هيحصل زياده في اللاكتيك اسيد. تمام كده؟ طيب هندخل بقى في قصه الايه؟ الريفرسبل. الريفرسبل بقى عندي ثلاث حالات. اول حاله اللي هي ماشيه معانا في الميكانيزم ده اللي هي بيسموها يا شباب هايدروبيك سويلنج. وكلمه هايدروبيك سويلنج يعني السيلز جواها ايه، هايدروبيك يعني جواها ميه. فكلمه هايدروبيك سويلنج بتعني هايدروبيك سويلنج معناه ان حصل اكيوميليشن اوف انتراسيلولار ووتر. اكيوميليشن اوف انتراسيلولار ووتر، واحنا عرفنا الووتر دخل ازاي، ما دخلش لوحده، ده دخل الاول بمساعده مين؟ الصوديوم. تمام، ده بيسموه هيدروبيك سويلنج which is reversible ولا irreversible. reversible ميه ممكن تخرج بالظبط كده. يقول لك عايزين نوصف المورفولوجي. مورفولوجي يعني كلمه مورفولوجي معناها جروس ومايكروسكوبك، يعني بعينينا الاورجان اللي جواه ميه شكله ايه، تحت الميكروسكوب الخلايا فيها ايه. كلام لوجيك بسيط جدا. لو انت بتوصف اورجان حصل له هيدروبيك سويلنج، واحد سايز يزيد ولا يقل؟ انكريز. يبقى واحد السايز اورجان بيكبر. اثنين الكالر بيل ولا غامق؟ بيل. حلو، طبعا كلكم قلتوا بيل في نفس واحد، بس عايزكم تقولوا لي بيل ليه؟ ميه. ماشي هنخفف اللون يعني الميه. يا عمنا برافو عليك. ان الخلايا يا اولاد لما بتتنفخ ميه، لما بيحصل سيلولار سويلنج والخلايا بتتنفخ ميه، خلايا ما تنفخ ميه هيحصل ايه في البلاد فيسلز اللي موجوده بره؟ كومبريست. فانت لما بتكمبريس البلاد فيسل يبقى الدم اللي واصل للاورجان زيد ولا يقل؟ يبقى لونه فات. احنا الخلايا فيها سويلنج صح؟ دي الخلايا فيها سويلنج، لما بيحصل لها سويلنج بتكمبريس مين؟ تضغط على مين؟ على البلاد فيسلز. مش في بلاد فيسلز موجوده في التيشو؟ جنب الخلايا في الاستروما بتاعت الخلايا، فبتضغط على البلاد فيسل. لما تضغط على البلاد فيسل يبقى الدم يقل. لو الدم قل عن الاورجان يبان اللون فاتح. خلاص كده؟
يبقى اللون السايز بيزيد، اللون بيبقى بيل والكات سكشن بيبقى بالجي. تمام كده؟ ده بالنسبه للكروس. النقطه بتاعت المايكروسكوبيك بقى هنقول ايه؟ هنقول المايكروسكوبيك اولا السيل سايز، حجم الخلايا يزيد ولا يقل؟ حجم الخلايا بيزيد بينكريز. طيب وهشوف ايه غريب جوه الخلايا؟ هشوف جواها مايك. لا لا استنى بس يا راجل طيب فاكش ليه خالص. هشوف مي، بس هقول ميه جوه الميتوكوندريا؟ لا، لان لو قلت ميه جوه الميتوكوندريا يبقى انت طلعتني من المرحله الريفرسبل للان. الميه جوه الاندوبلازميك ريتيكولوم. ميه جوه ايه؟ اندوبلازميك ريتيكولوم. فتقول لك هلاقي ووتر فاكيولز انسايد اندوبلازميك ريتيكولوم، يعني اللي منفخ ومنهم في ميه جواه ده عباره عن اندوبلازميك ريتيكولوم. حلو؟ لسه ما نفختش الميتوكوندريا، لان لو نفخت الميتوكوندريا يبقى كده سكه الروح ما يرجعش. انما احنا هنا بنتكلم لسه في مرحله ريفرس. يبقى السيل هتبقى فيها سويلنج والاندوبلازميك ريتيكولوم هتبقى سوولن فورمينج ووتر فاكيولز. فورمينج ووتر ايه؟ فاكيولز. طيب انا هسال سؤالين كده بس ما تكتبوهمش لان هم الكتاب ما ذكرهمش يعني، بس احنا لازم عارفينهم. اخبار السيل ممبرين ايه؟ انتاكت. السيل ممبرين انتاكت ولا دامجد؟ اتكسر؟ لا. ايه اخبار النيوكليس؟ انتاكت ولا دامجد؟ حلو. يبقى اذا كل المشكله ان حجم الخلايا زاد بسبب وجود ووتر باكيول. دكتور ما بيحصلهاش برضه الخليه نفسها؟ بس الكترومايكروسكوبك مش هتبان بالميكروسكوب العادي، يعني بتكلم مايكروسكوب ده ميكروسكوب عادي. فاحنا دلوقتي بنقول السيل سايز بيزيد وهو ووتر باكيول، الميه متجمعه جوه ايه؟ جوه الاندوبلازميك ريتيكولوم. تمام كده؟ جم بالالكترومايكروسكوب عايزين نشوف الالترا ستراكشر، يعني التركيب الدقيق الذي لا يرى بالميكروسكوب العادي. قاموا لقوا ايه بقى؟ بصوا الرسمه دي كده معايا. ولما جينا بصينا بالالكترومايكروسكوب لقينا ان المناطق الضعيفه في السيل ممبرين قامت نفخت قوي اكتر من المناطق الثانيه. ويكست بوينت هتنفخت قوي عملت بالونات ميه. هذه البالونات تسمى بليبس. بليبس. بليب يعني فوكال سويلنج. تمام؟ ده بالالكترومايكروسكوب الكلام ده، لا يمكن تشوف الميكروسكوب العادي. اثنين، بعض خلايا الجسم يا اولاد فيها ما يعرف بالمايكروفيلاي، اوكي؟ مايكروفيلاي. والمايكروفيلاي اللي هي المفروض انها تبقى كونفليوتد كده. لو انت نفخت الخليه ميه هتفضل المايكروفيلاي واخده الكيرفات بتاعتها طالع ونازل ولا تبقى فلات؟ يبقى لوست. يبقى فقدناها. صح؟ يبقى اللي يحصل لوس اوف مايكروفيلاي. يبقى واحد بليبس. اثنين لوس اوف مايكروفيلاي. ثلاثة ان هلاقي اورجانيل فيها سويلنج. زي مين الاورجانيل؟ اندوبلازميك ريتيكولوم. انتوا عارفين اندوبلازميك ريتيكولوم في عندنا نوعين صح؟ راف وسموث. ايه الفرق ما بينهم؟ ان الراف مين اللي لازق فيها؟ رايبوزوم. طب انت لما تنفخ الراف اندوبلازميك ريتيكولوم اللي المفروض لازق فيها رايبوزوم هيروح فيها الرايبوزوم؟ هيقع. فيحصل ديتاتشمنت اوف رايبوزوم. ديتاتشمنت اوف رايبوزوم. تمام؟ الميه الكتير اللي موجوده جوه السيتوبلازم بتعمل كلامبنج للنيوكليس او كوندنسيشن او كومبريشن على النيوكليس. يبقى قلنا واحد بليبس. اثنين ابسس اوف مايكروفيلاي. ثلاثه اندوبلازميك ريتيكولوم او اورجينال سويلنج. ولما اتنفخت الرف اندوبلازميك ريتيكولوم عمل ديتاتشمنت اوف رايبوزومز والميه الكتير عملت كومبريشن او كوندنسيشن اوف كروماتين او كلامبنج اوف كروماتين. اتفضل. الكوندنسيشن لا اصل هو ما اتكسرتش. يعني ايه كلامبنج يعني؟ لا لا بس يعني كلكع تكتل كوندنسيشن. لا هو مش تكسير. لا يعني كل واحد في هذه الفتره بعدها تكون لو فرجمنت. لا صح لا بنحسب انه ما دام حصلت ما يمشي السكه. لا يا حبيب قلبي مفيش الاندو هناك كان اللي بيصغر النيوكليوس مش ضغط. هناك كان اللي بيصغر النيوكليوس انزيم بياكل اطرافه. يعني بدات عمليات تكسير. سيكونس هتمتد هتكمل. انما مفيش حاجه بتتكسر. ده مجرد ميه ضغطت عليها كبستها. لو انت شلت لو شغلت الصوديوم بوتاسيوم بامب الميه تخرج تاني ترجع تاني. عمليه ضغط على النيوكليوس بس مش تكسير. الاطراف ما بتاكلش. خلاص؟ يعني انت مكتوب ان الميتوكوندريا نفسها كمان بتحصل بس ماشي. ده بيحصل سويلنج بس بيحصل سويلنج لو دخلنا في المرحله الايرفيرسبل. خلاص ان هو قبلها على طول قبلها بحاجه بسيطه.
جه اتكلم في البوينتس نو ريتيرن او اللي هي الساينز اوف ريفرسبل وقال لك الميتوكوندريال سويلنج. تمام؟ فهي بيحصل سويلنج، بس لو وانس حصل سويلنج يبقى دخلنا في حته ريفرسبل. تمام كده؟ ده بالنسبه للالكترو مايكروسكوبيك بيكتشر. نقولهم تاني بسرعه يلا. هيدروبيك ده شويه كلام فاضي يعني. هيدروبيك يعني عندي ايه في الخليه؟ انكريز مود. جميل. الجروس بيكتشر بتاعت الاورجن حجمه سايز بيزي. الكلر هيبقى بيل والكال سيكشن هيبقى بالجنج. بالجنج. تحت الميكروسكوب السيلز نفسها بتبقى سوولن انكريست سايز، وجوه السيتوبلازم فيه فاكيولز. عباره عن ايه الفاكيولز؟ ميه انسايد اندوبلازميك ريتيكولم. لما نيجي نبص بالالكترو مايكروسكوب الاقي بالونات بليتس والمايكروفلاي ابسنت او فلاتن والاندوبلازميك ريتيكولم سوولن، وبالتالي الرايبوزوم ديتاتشد وحصل كلامبنج او كوندنسيشن اوف ايه اوف كروموسوم. ماشي يا شباب؟ وبيقول لك ان الخلايا طبعا ممكن تفقد الاتاتشمنت. انتوا عارفين الخلايا بتاعت الجسم كل خلايا بتبقى لازقه في الخلايا اللي جنبها في زي اديجا مولكيولز او اتاتشمنت. بيقول لك لما بيحصل سويلنج ممكن ياثر على البروتينات بتاعت الاتاتشمنت ديت وتفقد الخلايا بتاعتها. ممكن يحصل وسط الاتاتشمنت، ممكن وممكن لا. ده بالنسبه لقصه الايه الهايدروبيك سويلنج. الشكل الثاني من اشكال الريفرسبل دامج، بص اقول في انواع كده اسمه ايه؟ اسمه هاي لاين ديجنريشن. او ناخد الاول بالترتيب ايه؟ ميوكويد الاول ولا هاي لاين؟ في الكتاب هاي لاين. او ناخد الهاي لاين. احنا اتفقنا قلنا ان الهايدروبيك الخلايا جواها ميه، الهاي لاين خلايا جواها بروتين. طيب ركز بقى معايا، يبقى دي خلايا باظت خزنت ميه، دي خلايا باظت خزنت بروتين. جالها منين البروتين؟ هي اصلا بتنتج بروتين، ولكن حصل كوندنسيشن اوف ذس بروتين، حصل تكثف لهذا البروتين، فبدا البروتين داخل الخليه بسبب اصابه معينه ما قدرتش تخرج البروتين، او شكل البروتين اتغير، فاصبح هذا البروتين هوموجينس. وكلمه هوموجينس يعني ايه؟ يعني ستراكشرلس. ستراكشرلس يعني ايه؟ يعني لو عندي اولاد بروتينات مثلا شكل الياف كده خلاص مثلا، يعني او بروتينات على شكل كور نقط كده، يقول لك لما يحصل كوندنسيشن للبروتين هتلاقي الالياف دي لزقت صح، بقت كتله واحده، هتلاقي النقط دي اتجمعت بقت كتله واحده، فبقى هوموجينس. هوموجينس يعني ما فيش تفاصيل. ستراكشرلس يعني ما فيش تفاصيل. فابدا اشوف كتله هوموجينس ايزينوفيليك، وكلمه ايزينوفيليك يعني لونها احمر بتتسبب بثوره الايزين. ليه البروتين بتسبب الثوره الحمراء؟ يبقى هلاقي ان الهاي لاين عباره عن هوموجينس ستراكشرلس ايزينوفيليك تشينج مايكروسكوبيك تشينج، يعني الكلام ده يتشاف بالميكروسكوب بس، اللون الاحمر ده والكوندنسيشن ميكروسكوب ما يتشافش بالايه، مفيش حاجه غريبه بالعين خالص. يبقى هو مايكروسكوبيك ايزينوفيليك هوموجينس تشينج ديو تو التريشن اوف انتراسيلر او اكستراسيلر ايه بروتين. يبقى كلمة هايلاين، وهو على فكرة كلمة هايلاين معناها زجاجي، حاجة زي جلاسي تشينج، حاجة بقى عامل زي الإزاز كده، بقى ناعم كويس، بقى حاجة واحدة. تمام؟ فعندنا كلمة هايلاين معناها إن عندي مايكروسكوبيك جلاسي كويس إزينوفيليك هوموجينس تشينج أوف بروتين. جميل؟ حصل بسبب إصابة الخلية لأي سبب كان. والإصابات اللي تعمل هايلاينوز كالآتي، شوية كده حالات نبدأ نعرفهم مع بعض. الحالة رقم واحد، ممكن الهايلاينوزز أو الهايلاين ديجنريشن يحصل انترا سيلولر جوه الخلية، يعني بروتينات اللي جوه الخلية اللي كان مفروض تخرج أو كان ليها شكل معين بقت كلها هوموجينس كأنها حاجة واحدة. حلو؟ أو ممكن يحصل الهايلاين اكسترا سيلولر، يعني في الكونكتيف تيشو بره الخلية. طيب نشوف الحالات اللي هي الانترا سيلولر. الحالات الانتراسيلولر يا اولاد عندنا ثلاث حالات بنجمعهم بحرف البي، ثلاث حالات بحرف البي، ثلاث حالات بحرف البي، ثلاثه بي. ايه هما الثلاثه بي بقى؟ البي الاولانيه عندنا خليه من خلايا الدم، خليه من خلايا الدم بحرف البي اسمها ايه؟ جميل، بلازما سيل. طب حلو الكلام، مالها يا سيدي البلازما سيل؟ مالها البلازما سيل؟ ايه وظيفه البلازما سيل؟ انها بتفرز انتي بودي، والانتي بودي ده نوع من انواع البروتين اسمه اميونو جلوبولين.
في بعض الامراض ما تقدرش، مش هتقدر البلازما سيل انها تفرز الاميونوجلوبولين، يعني يحصل اميونوجلوبولين كوندنسيشن، تكثف للاميونوجلوبولين داخل الخليه. مفروض ان البلازما سيل يا دكاتره خليه لونها ازرق، لما يتكثف فيها البروتين اللي اسمه اميونوجلوبولين البروتين لونه احمر، فتبدا الخليه الزرقاء تحمر. ليه هتحمر؟ بسبب وجود البروتين اللي هو مين؟ اللي هو الاميونوجلوبولين اللي ما عرفش يخرج بسبب مرض معين ايا كان. يعني اول من اكتشف هذه الظاهره في البلازما سيل كان خواجه اسمه راسل. اسمه ايه؟ راسل. قال لك يبقى الخليه دي بتاعتي راسل بودي، راح مسميها راسل ايه؟ بونز. يبقى راسل بودي دي كانت ايه؟ بلازما سيل. بلازما سيل وحصل لها اكيوميليشن للاميونوجلوبولين، حصل لها هايلايز. خلاص؟ ده البي الاولاني. البي الثانية، البي الثانية البارينكيما اوف ذا ليفر او الليفر يعني، بس هو البارينكيما نقصد ايه؟ نقصد الخلايا بتاع الليفر، خلايا الليفر، بارينكيما اوف ذا ليفر او الليفر سيلز او الهيباتوسايتس. بس انتوا عارفين ان الليفر فيه بارينكيما وفيه بورتال ايه؟ تراكت. البورتال تراكت ده فايبرس تيشو صح؟ بس انا بتكلم امثله انترا سيلر، فانا بتكلم على حاجات جوه البارينكيما جوه الخلايا نفسها. يقول لك البارينكيما بتاعت الكبد، الكبد عامة من أكتر الأورجانز اللي بتتأثر بالألكوهول. اللي بتتأثر بالإيه؟ بالألكوهول. فتلاقي الجماعة الخمرجية الألكوهوليكس ألكوهوليزم مدمن يعني. يقوم الألكوهول يأثر على البروتينات اللي جوه الكبد، فتبدأ البروتينات تتجمع وتتخزن وشكلها تغير. فتتحول خلية الكبد إلى خلية حمراء. إيه الأحمر اللي فيها عبارة عن إيه؟ بروتين. حصل له كوندنسيشن. اول ما اكتشف هذه الظاهره في الالكوهوليكس كان عالم اسمه مالوري. اسمه ايه؟ مالوري. قال لك الخلايا دي بتاعتي فسماها مالوري بودي. يبقى ايه الفرق بين مالوري بودي وراس البودي؟ راس البودي راس البودي هي بلازما سيل، والمالوري بودي كانت ليفر سيل، بس هما الاثنين فيهم هايلايز اكيوميتد بروتين. خلاص. ودي لونهم احمر، خليتهم حمر صغيرين، بس دي ليفر سيل ودي بلازما سيل. الحاله الاخيره هي بتحصل في البير الاخرانيه عندنا البروكسيمال كونفليوت تيبيولز اوف ذا كيد القريبه. يعني امتى بيحصل الكلام ده؟ بص يا شباب كده معايا، معايا يا بنات، ادي الجلوميرولوس اهي مثلا، وادي البروكسيمال تيبيول قريبه، وبعد كده لو بعدها الايه ديستال تيبيول وحدات التجميع في الاخر. طيب العيان عنده حاله اسمها بروتينوريا. اسمها ايه؟ بروتينوريا. يعني بيوقع ايه؟ بروتين. هو المفروض ان البروتين ينزل في اليورين؟ لا مش طبيعي ده. ولكن البروتين لما يبدا ينزل في اليورين لسبب او لاخر، تبدا خلايا البروكسيمال كونفوليوت تيبيول تشتغل شغل مش شغلها اصلا، اللي هو ايه؟ هي اصلا ايه وظيفتها؟ وظيفتها انها تعمل ري ابزوربشن البروتين. لا ميه وملح ده شغلك اصلا. لكن انما احنا النهارده في حاله طارئه، الحق يا جدع البروتين بينزل، العيان هيدخل في هايبروبروتينيميا، تقوم تبدا هذه الخلايا، مش تحجزها يا ريت تحجزها، تقوم تبدا هذه الخلايا بعمليه اكتف، اول مره تحصل تقوم تشفط بروتين، شفطت البروتين جواها. طب انت يا بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول بتعرفي تتعاملي مع البروتين؟ لا. طب انت عملت، انا شفطته بس ليه؟ بنقذ العيان. طب وبعدين؟ ما تخزن جواك. وفعلا بتخزن جواك. وتتحول هذه الخلايا الى خلايا حمراء هايلاينوزد في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. يبقى اذا بتحصل في خلايا بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول بتدينا هايلاين بودس. هايلاين بودس ما تقدرش اسم حد في حالات البروتينوريا. محاولة لانقاذ الجسم من نزول البروتين، تقوم شفطه هي البروتين بس هيتخزن جواك. يبقى كلها بروتينات اتجمعت جوه الخلايا. يبقى عندي ثلاث حالات بحرف البي، قولهم كده تاني بسرعه. البي الاولانيه بلازما سيل بتتحول ل راس البودي. البي الثانيه بارينكيما اوف ذا ليفر بتتحول ل مالوري بودي في حالات الالكوهوليزم. والبي الاخرانيه بروكسيمال كونفوليوتد سيلز اللي هي بتعمل هايلاينوز في حالات البروتين يوري. دي الثلاث حالات بتوع الايه؟ بتوع الانترا سيلولر. طيب امتى بقى البروتينات خارج الخلايا يحصل لها كوندنسيشن؟ بروتين بره الخلايا وقت كونكتيف تيشو يتكثف ليه؟
يقول لك بيتكثف البروتين خارج الخلايا لو البروتين اتكبس اتضغط. ضغطنا على البروتين اللي بره. انتوا سمعتوا عن بروتين اسمه كولاجين؟ عارفين الكولاجين؟ الكولاجين هو في كونكتيشن صح؟ يقول لك لو حصل اي حاجه ضغطت الكولاجين ده. الكولاجين ده على فكره الياف فايبرز سيبرت كده ليفة بدين بثلاثة باربعة كذا. يقول لك لو انت ضغطت هذه الالياف حصل اي عملية كبس مرض بيكبس الكبس ده يقوم ضغط الالياف فتبان هايلينوزد. تغيير شكلي فقط لا اكثر ولا اقل. بروتين ما زادش ولا حاجة. ولكن الفكرة كلها انه الضغط اتكبس فبقى الشكل قدامي هوموجينس. هذه الحالات تسمى كبس. مش احنا بنكبس يبقى كبس اهو CAPS. بتحصل عملية كبس عندي اربع حالات سي و اي و بي و اس. انا بتكلم دلوقتي انترا سيلر ولا اكسترا سيلر؟ اكسترا سيلر. حالات الاكسترا سيلر بنكبس يبقى كبس سي اي بي اس. السي الاولانيه بيحصل في مرض اسمه كرونيك. يعني ايه كلمه كرونيك؟ مزمن. ركز كمان واحده واحده. جلوميرولو نيفرايتس التهابات فين؟ في الكلى. في الجلوميرولاي خاصة التهابات الكلى المزمنه. ايه الكبس اللي هيحصل في التهابات الكلى المزمنه؟ مش فاهم ايه اللي يحصل يعني. بصوا بقى معايا كده يا دكاتره. دلوقتي الكدني احد الاورجنز اللي لو حصل فيها حاله طوارئ بتفرز هرمون طوارئ. الالتهابات في الكلى هي احد حالات الطوارئ. يحصل الكلى الملتهبه تقوم تفرز هرمون الطوارئ اللي اسمه ايه هرمون الطوارئ بتاع الكدني؟ الرينين. والرينين بيشتغل على الالدوستيرون في نهايه المسار بتاعه فيعمل هايبر الدوستيرون زود الدوستيرون. الالدوستيرون بيعمل في الجسم سولت اند ووتر ايه؟ ريتينشن. ضغط العيان هيزيد ولا هيقل؟ يزيد. يقول لك العيان اللي بيحصل له التهابات مزمنه في الكلى اقيس له الضغط الاقي الضغط عالي. الضغط عالي فين؟ في الجسم كله. في الجسم كله بما فيه شرايين الكلى. فهتلاقي جوه الكلى شرايين ارتريولز ضغطها عالي. ايه علاقه الكلام ده بموضوعنا؟ لو جينا بصينا في الكدني ولقيت ان الكدني فيها ارتريولز ضغطها عالي معنى الكلام ده ان في عمليه كبس ضغط عالي اهو كبس على الوول بتاع الارتريول. جدار الارتريول يا ولاد الضغط بسبب الايه؟ بسبب الهايبرتنشن صح؟ كويس. فبيحصل عمليات الضغط اي ضغط على الجدار والجدار دوت فيه كولاجين ولا مفيش كولاجين؟ في كولاجين. فالكولاجين الضغط فلما يضغط يبان هايلينوز خلاص. يبقى اذا بيحصل في حالات وكتاب ما فسرش القصه قوي قال لك خلاص كرونيك بروفرايتس خلاص. انت فهمت جت منين يعني؟ خلاص. لان في حالات الالتهابات المزمنه العام بيحصل له ضغط عالي بيحصل له هايبرتنشن خلاص. يعني الكولاجين ده في الوول بتاع الكابيلز في الوول بتاع الارتريولز بيحصل في الوول بتاع الارتريولز. يعني انا بشوف الهايلينوز ده فين؟ بشوفه في جدار الارتريولز وبشوفه في جدار الكابيلاريز بتاعت الجلوميرولاي. اي اوعيه دمويه في الكدني ضغطها بيزيد. فالضغط الزايد جوه الوعاء الدموي يقوم يكبس البروتين فالبروتين يبان هايلينوز كتله واحده ما فيهوش تفاصيل. هي دي عمليه الهايلينوز ببساطه يعني تمام. ده كرونيك جلوميرولونيفرايتس. طيب الحاله رقم 2 بحرف الايه؟ لكن ممكن يحصل في الارتريولز اي ارتريول في الجسم. التفسير بتاع الاولانيه يحصل في اي ارتريول في الجسم للعيان اللي عنده هايبرتنشن. هي خلاص. اي ارتريول في الجسم لو العيان عنده هايبرتنشن نفس الفكره. ضغط عالي ضغط على الجدار الجدار بروتيناته اتكبست بقت هوموجينس نفس الفكره. تعالوا نبص على الحاله الثالثه. الحالة الثالثة بيحصل في أشهر مرض في البروستات. إيه أشهر مرض في البروستات؟ لسه قايلين. اسمه سينايل بروستاتيك هايبربليزيا. طب ركز كده معايا ثانية واحدة. سينايل اللي عنده سنه كام؟ 70 معدي 70 سنة. بروتينات البروستات بتستخدم؟ غالباً لأ. تقوم البروتينات بتاعة البروستات بتخزن أكيوميليت جوه الجلاند. آدي الجلاند يا دكاترة بتاع البروستات أهي. عماله تفرز بروتينات وتتجمع كل يوم والتاني وما استخدمهاش. واحد معدي 70 سنه فيقول لك البروتينات تجمع هذا البروتين داخل الجلاند البروتين بتتكبس على بعضها وتدينا شكل هايلينوزد سموه كوربورا. كوربورا ايه؟ اميليشيا.
يسموها كوربورا ايه؟ اميليش. كلمة كوربورا اميليش يعني جسم الهش. خلاص؟ ده في البروستات. المثال الاخير عندنا بيحصل داخل السكار. الاول سكار. هو على فكرة كلمة سكار ده بقى قديم. ايه هو السكار؟ ما هو السكار؟ بص يا سيدي، السكار ده عبارة عن ايه بقى؟ اقول لك عشان ايه علاقته بموضوع، يعني عايزين نفهم بقى، مش راح نحفظ خلاص. دلوقتي واحد عنده جرح، الجرح خلاص قطع في الجلد، الجزء اللي فوق من الجلد، الجزء اللي فوق ايبيثيليوم هيقفل ايبيثيليوم لا باي. الجزء اللي تحت بيحصل فيه تليف، بقفل الحفره اللي تحت بالياف، فبيحصل عمليات تليف هنا عشان تقفل الايه المكان. التليفات دي لو زادت عن الحد شوية، عليت 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 قوي ورفعت الجلد، اما هتعمل ندبة او علامة مكان الجرح. هو ده الاسكار. ايه مشكلة الاسكار؟ هو مش مشكلة، هي القصة كلها ان عندي كولاجين كتير في مكان ضيق. كولاجين كتير، ما هو الالياف دي عبارة عن ايه؟ كولاجين. كولاجين كتير في مكان ضيق. لما جمع الياف كتير في مكان ضيق يحصل ايه؟ كبس. نفس الفكرة، اتكبست الالياف فبقت هايلاينوز. يبقى انا عندي الكولاجين لما بيتجمع لفتره طويله، العيان ده عمال السكار عمال بيتكون بيتكون بيتكون، والياف كتير كتير كل يوم لمده مثلا سنه سنتين شغال كويس، فيحصل هايلاينوز للايه؟ للبروتين. يبقى بيحصل في السكار هايلاينوزس في الايه؟ في الالياف بتاعته. تعال نقولهم تاني كده بسرعه، يلا. سهله خالص. يعني ايه هايلاين؟ الهايلاين مشكله دراسه ولا مايكروسكوبيك؟ مايكروسكوبيك بس. بيبقى الاستراكشر ولا استراكشرلس؟ استراكشرلس. هوموجينس. لونه ايزينوفيلك احمر، لان هو عباره عن كوندنسيشن اوف بروتينز. انترا ولا اكسترا سيلر؟ الاثنين. انترا سيلر واكسترا سيلر. الانترا سيلر حالات بحرف البي 3، البي الاولانيه بقى اسمها راس البطن، البي الثانيه بريكم اوف ذا ليفر بقى اسمها مالري، البي الثالثه بروكسيمال كومبيوتي وذ كيدني في حالات النرو يوريا. تدينا هايلايت. حالات الكونكتيف تيشو كلها حالات كابس. سي اي بي اس. سي كرونيك جلوميرولو نيفرايتس. الاي ارتريول. اي ارتريول لو العيان عنده هايبرتنش. البي بروستات في حالات سناي بروستاتيك هايبرليز. والاس سكار. هو ده الهايلايت. القصة اللي بعد الهايلاينوز قصة بسيطة قوي اسمها ميوكويد ديجنريشن. ميوكويد يعني ايه اللي اتجمع؟ ميوكس. والميوكس عبارة عن جلايكوبروتين، مش بروتين بس، جلايكوبروتين. طيب القصة اللي اسمها، بصوا يا شباب كده معايا، قصة الميوكويد ديجنريشن هي عبارة عن اكيميليشن اوف جلايكوبروتين. الميوكويد عندي نوعين، تجمع الميوسين شكلين، يا اما يحصل تجمعات للميوسين داخل الخلايا اللي بتفرز ميوسين. مين الخلايا اللي بتفرز ميوسين في الجسم؟ اللي هو الميوكوزا. هم ليه سموا الميوكوزا ميوكوزا؟ بتفرز ميوكوكس، صح؟ ميوكوزا زي الاسبارات الميوكوزا، زي الجي اي تي ميوكوزا. طيب الخلايا دي كونكت تيشو ولا ابيثيليوم؟ ابيثيليوم. لو حصل تجمع للميوسين داخل الخلايا اللي بتفرز ميوسين اللي هي ابيثيليوم يسموه ميوكويد تشينج. الله، ما هو اسمه ايه؟ هو ميوكويد. ده ميوكويد اصل، يعني ده الاصل. لان في قصه ثانيه اسمها ميكزويد. اسمها ايه؟ ميكزويد او ميكزوميتس. ايه اللي جمع ميوسين برضه؟ بس ميوسين فين؟ بره الخلايا. انه خلايا كونكتيف تيشو. يعني عندي ميوسين في الكونكتيف تيشو. ثانيه واحده، انا عايز افهم بس ثانيه واحده، هو احنا المفروض مين اللي بيفرز الميوسين؟ الكونكتيف تيشو ولا الابيثيليوم؟ الابيثيليوم. يقول لك الابيثيليوم لو ما قدرش يخرج الميوسين اللي هو جمع ميوسين جوه الخليه يبقى اسمه ميوكويد. حلو؟ انما لو لقيت ميوسين في الكونكتيف تيشو بره الخلايا ده يبقى اسمه ميتزويد. وطبعا عشان ميوسين يتجمع في كونكتيف تيشو، يا شباب الكونكتيف تيشو اصلا بيفرز ميوسين؟ هل كده الكونكتيف تيشو اصلا بيفرز ميوسين؟ لا، هيحصل في حالات غريبه، يعني هيحصل في حالات شاذه. طيب ناخد الاول ميوكويد. انا هعمل كده مقارنه بين الاثنين. مين انترا سيلولر؟ ميوكويد.
ميوكويد ولا الميكزويد؟ ميوكويد انترا سيلولر. امال الميكزويد ايه؟ اكسترا سيلولر. ادي واحد. مين ابيثيليال؟ ميوكويد. يبقى الميوكويد ابيثيليال. يبقى الثاني كونكتد تيشو. ده الفرق الثاني. هل ايه الحالات؟ ناخد حالتين مثالين كل واحد. المثال الاولاني في الميوكويد تشينج لو حصل التهابات في الاقشره المخاطيه. التهابات الاقشره المخاطيه يعني زي مثلا واحد عنده راينايتس التهاب في النوز. لما بيحصل التهابات في النوز يا دكاتره بيحصل ايه؟ بيحصل رشح. الرشح ده حصل ليه؟ لان خلايا الابيثيليا مجمعه ميوسين كتير وراح بفرقعه. خلاص. التهاب الاقشره المخاطيه اسمه كاتارال. اسمه ايه؟ كاتارال انفلاميشن. اسمه ايه؟ كاتارال انفلاميشن. اسمه ايه؟ كاتارال انفلاميشن. التهاب الاقشره المخاطيه. وسرطان الاقشره المخاطيه. لو حصل سرطان في الاقشره المخاطيه تلاقي الخلايا بتاع السرطان جواها ميوسين. يسموها ميوكويد كارسينوما. اسمها ميوكويد ايه؟ كارسينوما. وكارسينوما يعني سرطان الابيثيليوم. ميوكويد كارسينوما زي سرطان المعده مثلا. تلاقي خلايا المعده اللي فيها سرطان، خلايا سرطانيه جواها ميوسين. هي اصلها بتفرز ميوسين. ولما بقت سرطان برضه بتفرز ميوسين عادي يعني. التهاب الاقشره المخاطيه وسرطان الاقشره المخاطيه يعني في الاقشره المخاطيه يعني انتراسيلولر. ده الاصلي. انما التقليد بقى اللي هو ميكزويد لو حبه ميوسين بره بقى يحصل في حالات كلها اسمها ميكزويد. ميكزويد اول حاله اسمها ميكزيديما. اسمها ايه؟ ميكزيديما. سمعتوا انتوا عن الهايبوثايرويديزم؟ عارفين العيانه اللي هي عندها نقص في هرمونات الثايرويد؟ تيسيرش بدا يقل والثايرويد بدا الفانكشن يقل. ولكن العيانه دي لاحظوا عندها حاجه غريبه جدا ولحد النهارده فيها نظريات ما عرفوش تفسيرها الحقيقي. ولكن بلاقي العيانين اللي عندهم ميكزيديما. انتوا عارفين كلمه ميكزيديما جت منين؟ ميكزويد اديما. عندهم اديما زي ميه. ميكزويد اديما. اديما اديما الجسم مورد بس مش الجسم، مش الجسم كله، حتت معينه في الجسم. الرجل ساق الساق يلاقوا ان الرجل منفوخه. طبعا هم معظم الحالات اللي بنشوفها قديمه بتبقى يا اما ميه يا اما لمف. ولكن اكتشفوا بالفحوصات ان اللي جوه الرجل ميوسين. ميوسين؟ والرجل تفرز ميوسين؟ انت الكلام ده. فدي حاله شاذه جدا. انا بقول لكم الميكزويد ده ان كون ان الكونكتيف تيشو يتحور ويتحول واذا في انتاج ميوسين دي حالات شاذه. اول حاله اسمها ميكزيديما. الاقي في العيانه اللي عندها هايبوثايرويديزم ميوسين بره الخلايا فين؟ في الرجل. غريبه دي. خلاص؟ او احيانا بيحصل ميكزويد تشينج في بعض الاورام. ميكزويد تشينج ان سام تيومرز. في مثلا ورم مشهور قوي بيجي في البريست اسمه فايبرو ادينوما. فايبرو ادينوما عباره عن كتله كده ليفيه. وفي ورم مشهور قوي بيجي في الرحم اسمه ليومايوما اللي هو الورم الليفي. سواء ورم البريست الليفي او ورم الرحم الليفي فهو ليفي. ليفي يعني ناشف. صح كده؟ يعني في الياف. تفاجئ ان الورم بتاع الرحم اللي فيه الياف اللي المفروض يبقى ناشف بقى طري جدا. وتيجي تبص تحت الميكروسكوب تلاقي ان الورم بدا ينتج ميوسين. ده مين ده؟ ده ورم رحم. كونكتيف تيشو ستروما. حالات غريبه. خلاص؟ وهي بيقول لك ان ممكن يكون حصل طفرات في الخلايا بتاع الكونكتيف تيشو فبدات تطلع ميوسين بره. يبقى عندي حالتين ميكزو ميكزيديما وميكزو. تعالوا نقولهم تاني. يبقى كلمه ميوكويد مين اللي بيتخزن؟ بصفه عامه يعني جلايكو بروتين. وعندي حالتين ميوكويد اصلي وايه؟ وميكزويد. مين الانترا سيلولر؟ والثاني اكسترا سيلولر. مين ابيثيليال؟ والثاني كونكتيف تيشو. ايه امثله الميوكويد؟ التهاب الاقشره المخاطيه اسمه كاتارال انفلاميشن، وسرطان الاقشره المخاطيه اسمه ميوكويد كارسينوما. سرطان. انما هنا حالتين غريبتين جدا بداوا بالميكس. الاولانيه اسمها ميكسيديما والثانيه ميكسويد تشينج ان تيوبز. ميكسويد تشينج ان تيوبز. ده بالنسبه للبس كده. احنا خلصنا الريفرسبل. ندخل في قصه الريفرسبل. الريفرسبل هي قصه النكروز والابوز والستين سليم جدا. وبعدها ان شاء الله نتكلم على الجانبين. بصوا يا شباب. ها عايز تسال حاجه؟ لا ده هو بيقول مش عارف الفرق بين الكروز والابوز. هقول لك فرق تاني؟ ميوسين جوه خلايا. انا دلوقتي عندي النوز، النوز فيها خلايا ابيثيليوم صح؟ بتفرز ميوسين. ده الطبيعي مش كده؟ لو الميوسين اتجمع جوه الخلايا ديت
اتجمع جواها، ده اسمه ميوكويد. هي خلايا ابيثيليوم اصلا وبتفرز ميوسين اصلا، ده اسمه ميوكويد. حلو، انترا سيلولر، وهي خلايا ابيثيليوم وفي التهابات مثلا في الاقشره المخاطبه. خلاص، لو لقيت ميوسين في مكان غير مكانه، لقيت ميوسين في الرجل مثلا، لقيته في ورم في الرحم، لقيته في ورم في البريست، اكيد مش هلاقيه جوه خلايا الرحم، اكيد مش هلاقيه جوه خلايا القدم، جوه خلايا الرجل الكونكتيف تيشو، بلاقيه في التيشو غرق، في التيشو مغرق، التيشو بره اكسترا سيلولر، ده سميه ميكسورد. خلاص، الامثله بتاعته ممكن يحصل في الميكزيديما بتاعت الرجل، او يحصل في الميكزويد تشينج اللي بيحصل في الاوراق. دكتور، ولا الراينوسكليروما ده مثال صح، المثال على الهايلاينوزس. بيلاقوا البلازما سيلز اللي موجوده، البلازما سيل اللي موجوده في الراينوسكليروما بيحصلها هايلاينوز ويسموها مالوري، بيسموها راس البطن. تمام، فهمت ورا قصه الميكولو والميزوري؟ يبقى احنا خدنا الريفرسبل ثلاث حالات، الحاله اللي فيها ميه اسمها هايدرونيك، والحاله اللي فيها بروتين، وقلنا الهايلاين انتر سيلولر اكسترا سيلولر، انتر سيلولر روم حرف البي والاكسسير كابس. خلاص، والحاله اللي فيها ميكويد حالتين، لو جوه الخلايا يبقى اسمه ميكويد، لو بره الخلايا يبقى اسمه ميكزون. كده تمام. ندخل بقى في الريفرسبل سيل انجري اللي هو موت الخلايا. موضوع ان شاء الله بسيط. يعني لما نيجي نتكلم على قصه الريفرسبل، يعني بتكلم على سيل ديث. طيب، موت الخلايا عندي طريقتين. الطريقه الاولى اللي هي الطريقه البشعه، طريقه قاسيه قوي، ان اللي حصل الميكانيزم اللي خدناه، الممبرين يتكسر والنيوكليس اتفرتك والاندوبلازميك رجل مفرقع ويطلع الفري راديكال والدنيا باظت خالص. ده بنسميه نيكروزز. بنسميه نيكروزز، عمليه الموت البشع بالتكسير اللي حصل في كل محتويات الخلايا، ده اسمه نيكروزز. طيب، بس خد بالك من حاجه بقى، حاجه لوجيك خالص. يعني دلوقتي يا دكاتره، الخليه لما بتموت، الخليه لما بتموت الممبرين بيبقى نورمال ولا دامج؟ دامج. كلام زي الفل. هتقوم الانزيمز الاكتيف اللي جوه الخليه لما جوه تخرج بره، تخرج بره. طب لما تخرج بره وتقابل خليه سليمه، تخترق، هتموتها، صح؟ طب لما دي تموت، انزيماتها تروح فين؟ اللي جنبها. يعني اذا عمليه الموت بالنيكروزس عمليه موت جماعي. تعرف يقول لك هنموت كلنا؟ هم دول مش هقول هم هنموت كلنا. النيكروزس ده كلنا لحد ما الجسم يجي يلم الدنيا. لازم الجسم يتصرف. يتصرف ازاي بقى؟ يجي يعمل التهابات، يشيل الخلايا الميته، يتصرف، والا العمليه دي بتستمر. اللي ميت يموت اللي جنبه. فأهم نقطة، وعلى فكرة بيجي سؤال في الام اس كيو، أهم نقطة في تعريف النيكروز يقول لك هو ديث اوف جروب اوف سيلز انسايد ليفينج تيشو. في نسيج حي، شوية خلايا كده ماتوا وعمالين يموتوا اللي حواليه. خلاص كده؟ طيب، في نقطة صغيرة كده نلفت انتباهكم ليها، بعد كده نخش في أنواع النيكروز. بيقول لك إن دايما الخلايا اللي بتموت دايما بيبقى لونها ايزينوفاليك. بيبقى لونها إيه؟ دي ان بهاي كده على جنب برضه لما تيجي ام سي كيو، بيبقى لونها ايزينوفيلك احمر. طب ما الخلايا معظمها لونها احمر، يقول لك لو هي حمراء تحمر اكتر، مور ايزينوفيلك، ولو هي زرقاء تحمر، يعني كله هيبقى لونه احمر. ما سبب الايزينوفيليا اللي بتحصل في الخلايا الميته؟ ليه الانسجه الميته دايما حمراء تحت الميكروسكوب؟ طبعا ليه؟ لسببين. اول سبب، لا بينك، انا اقصد طبعا ايزينوفيلك، مش اللي هو ريد، لا اللي هو لون الايزين، لون الايزين، لون السبب. اول سبب، بروتينات الخلايا اخبارها ايه؟ ديناتيوريتد. والبروتين الديناتيوريتد بيمسك في صبغه الايزين اكتر من البروتين النورمال، فتلاقي البروتينات المتفككه اللي بايظه اللي حصل فيها خلل تمسك في الصبغه قوي. فيبدا بالظبط، فتبدا تلاقي ان البروتين ديناتيوريشن ده السبب الاولاني. طيب، ادي اول سبب، سبب الايزينوفيليا. ليه الخلايا الميتة بتحمر تحت الميكروسكوب؟ واحد، بروتين ديناتوريتد. السبب رقم اثنين، احنا عندنا شباب في السيتوبلازم، في ار ان ايه ولا مفيش ار ان ايه؟ في ار ان ايه. والار ان ايه ميزوفيليك، الار ان ايه ميزوفيليك، صح؟ طيب، الميزوفيليا بتاعت الار ان ايه اللي موجود في السيتوبلازم بنفقدها. يعني بفقد جميع احتمالات الزرقاء. على فكره هو لون السيتوبلازم الطبيعي مش احمر قوي. لما تيجي تبص تحت الميكروسكوب كده في لون كده روز كده بينك،
ما انا اعرفش طبعا في البنات طبعا اعرف الالوان اكتر مننا احنا ما نفهمش قوي الفرق بين الروز والبينك والحاجات دي محمر احنا عندنا كله احمر محمر كده هو محمر كده فهو في كده يعني فروقات الوان يعني تحس ما هوش ايه مش احمر احمر يعني حسينا كده حسينا احنا خلاص وصلت لنا وصلت احنا وصلت لنا فهو سبب ان هو مش احمر قوي ان احنا عندنا حته زرعان خفيفه كده في السيتوبلازم المسؤول عن حته الزرعان دي ان احنا عندنا حبه ار ان ايه حلوين كده ماشيين في السيتوبلازم حبه الار ان ايه دول احنا بنفقدهم لما الخلايا بتموت بتفقدهم ليه؟ مين الانزيم؟ الاندوليبريس تحديدا يعني صح؟ فاحنا بيحصل لوس اوف ار ان ايه فتفقد جميع احتمالات البيزوفيلي فيبقى احمر احمر مفيش كلام خلاص كده؟ يبقى احنا ليه السيتوبلازم بيحمر؟ لسببين السبب الاولاني البروتين ديناتوريشن والسبب الثاني فقدان البيزوفيليا بسبب فقدان الار ان ايه تعالوا ندخل بقى في انواع النكروز دي حته بقى مهمه قوي باثولوجي باثولوجي بقى بجد بصوا يا جماعه يعني سنة كده بص يا جماعه انواع لما يجي يقسم بقى لك النكروز تايبس اوف نكروز هو عايز يقول ايه في حته التايبس اوف نكروز دي هو في كده حاجه عامه كده بتحصل في النكروزز هو جميع الانسجه الميته في الجسم بتشترك في مواصفات عامه سواء جروس او مايكروسكوبيك بس احنا لو بنفكر مثلا يعني هسالكم سؤال كده ونجاوب كده بتخيلنا يعني واحنا لو تخيلنا ان في حته في الاورجان كده ماتت حته في الاورجان ماتت تتوقع الحته الماتت دي يبقى لونها ايه ابيض دارك ولا بيل مقارنه بايه يعني مقارنه بالخطه اللي جنبها بيل دارك انا بلاك بلاك جبت ملاك ايه رايك يا بنات يبقى لون ايه؟ حاجة دي مصر اصفر هي ممكن في الاول تبقى بيل وبعد كده لما تبقى تمام يبقى لون يعني انت قلت انت قلت لا لا اخضر ايه يا راجل اخضر مفيش اخضر مفيش خضران في الموضوع خالص كله يقول الاخضر ده قلت اخضر ده منين؟ يعني انتوا جبتوا بيل قلتوا بيل وقلتوا دارك وقلتوا اصفر قلتوا يلو وقلتوا بلاك فاضل ايه تاني؟ فاضل حاجة تانية فاضل احمر وايت وروز طيب جميع الاحتمالات اللي قلتوها صح يا حلاوة كله صح يعتمد على ايه يعتمد على نوع الموت هو النسيج مات ازاي يعني في فعلا انسجه بتموت اسود وفي انسجه بتموت بتبيض وفي انسجه بتموت لونها فاتح وفي انسجه بتموت بتصفر يعتمد على طريقه الموت مات ازاي مع ان هو نفس النسيج بص بقى معايا بص بقى يا سيدي اول نوع من انواع الموت يقول لك النسيج يموت يبقى زي اللحمه المسلوقه يعني ايه اللحمه المسلوقه دي بقى لنا ايه دي غامق دي ولا فاكهه انت لما تيجي تسلق لا دي مسلوقه اللحمه بلاقيها بتحمر ولا بتزغمق ولا بتتعب صح لو ما اتحرقتش طبعا ايه بتفتح بيبقى لونها افتح من الطبيعي هذا النوع من الموت بيسموه كو اجيولاتيف نيكروز يسموه ايه؟ اجيولاتيف نيكروز الاحمر وسلقناه طيب ليه النسيج اللي بيموت بهذه الطريقه بيبقى لونه فاتح لان سبب هذا النوع من الموت ببساطه شديده اسكيمي الدم اتقطع هو انت بتقطع الدم على الاورجن لونه بقى اجمع ولا افتح بس فيقول لك هو مات بسبب قطع الدم مات مخنوق فالحته تبقى فاتحه ده اسمه كو اجيولاتيف نيكروز لحمه وسلام ده في احتمال تاني يقول لك ان ممكن النسيج يموت ويبيض ويبقى مهروس صوفت عامل زي الجبنه زي الجبنه القريش فيسموه كازيشن يسموه ايه؟ كازيشن جاي من كازين كازين بروتين الجبن او في نوع جبنه اسمه كازين تشيز كازيشن يبقى النسيج بيموت يبقى عامل زي الجبن في جبنه اسمها كازين تشيز عارفين الجبنة القريش؟ عارفين الجبنة القريش؟ عندك في اليمن جبنة قريش؟ جربت فرع ولا حاجة؟ مش عندنا في مصر أصلا مالونا غالية مش عندنا في مصر، أنتوا عارفين الجبنة القريش؟
لون ابيض كده انا مش عارف بقى بس بدي اغير الرجال بس انا بعمل دعايه على فكره وفي عندنا جبنه نستو في جبنه نستو الجبنه الكازين دي بقى ما بين دي ما بين حاجه كده في النص ما بين الايه ما بين القريش والنوار عمرنا شفناها اصلا مش موجوده في مصر فهي حاجه جبنه كده لونها يلو شويه حاجه ابيض مصفر والكونسيستنس بتاعتها ما بين القريش والنستو طريه بقى بيقول لك النسيج حته في النسيج بتموت وتبقى عامله زي الجبنه مهروسه بسبب الماء ده نوع من انواع الموت يبقى دي جبنه غرسناها واللي فات كانت لحمه وايه وسلقناها خلاص في نوع بعد كده النوع رقم 3 بيسموه ليك وي فاك تيف نيكروزس ايه اللي حصل في النسيج بعد ما مات بقى ليك بقى ميه يبقى خلي بالك في 3 احتمالات اهو واحد نسيج بقى شويه كده فاتح بس وعامل زي اللحمه لسه ماسك نفسه كازيشن النسيج مات وتهرس خالص بقى حاجه زي الجبنه دي النسيج صح ميه خلاص ده اسمه ليكوفاكتد نيكروز في شكلين من اشكال النيكروزز اتحطوا بناء على المكان اللي حصل فيه النيكروز ما لهوش علاقه بالكونسيستنسي قوي نوع اسمه فات نيكروز وده له قصتين كده احكيهم ونوع اسمه فايبرينويد 2 بالاف فات وايه وفايبرينويد فات نيكروزز موت الخلايا الدهنيه خلايا الدهنيه اللي جوزتي شومات فايبرينويد نيكروزز ده مش نيكروز اصلا اساسا يعني فانا اقول لكم قصته دلوقتي تعالوا نبدا بالكواجلات الاول بصوا يا دكاتره ايه المطلوب تعرفه في النيكروزز سببه شكله بالعين شكله تحت الميكروسكوب واحده واحده كده هو اكزامبل الكواجلات سببه ايه اسكيميا قطعنا الدم وبالتالي النتيجة ان شكل الأورجان بالعين شكل المكان الميت بالعين اللون هيبقى ايه؟ بيل. طبعا بيل ولكن لازال يحتفظ بالكونسيستنسي الفيرم عارفين ايه فيرم؟ فيرم يعني ايه؟ كونسيستنسي يعني ايه تمسك ليه فيرم؟ يعني ايه فيرم؟ لا هارد مش فيرم بص يا ولدي الكونسيستنسي عندنا ثلاث حاجات عندنا احتمالات الكونسيستنسي في الباثولوجي ثلاثة سوفت سوفت شايف ده؟ ده سوفت اهو فيرم برافو عليك زي الكافتش هارد زي فرانتال بون يبقى ده سوفت فيرم هارد النسيج فيرم معظم الانسجه في الجسم فيرم ماسك نفسه يعني مش اللي هو ناشف قوي مش اللي هو طري قوي فهو هيفضل فيرم زي ما هو ولكن لونه ايه؟ لونه بيض فتخيل كده ان حته ماتت يا دكاتره في القلب بسبب قطع الدم الاقي المنطقه دي بقى لونها فاتح ولسه زي ما هي زي القلب شكلها زي القلب ومتماسكه عضله زي القلب خلاص بس انا عندي سؤال بقى للناس بقى المركزين بقى يقول لك المنطقه في الاول هتبقى قابله الفم بعد فتره هتلاقي المنطقه قلب لونها للون اللي لون ليه الانسجه اللي مع الوقت هتصفر ايوه برافو عليك الايه لا لا انا سمعتها ليبت انا سمعتها ليبت هو ليبت الليبت الدهون دهون صفراء صح دهون جت منين دهون في القلب جت منين دي؟ عشان كده الاسكيميا في الليفر بتعمل فاتي ليفر. خليك بس معايا لا سيبك من فاتي ليفر واسكيميا قصه ثانيه خالص، لا لا مكلف خلي الانسجه مات، ليه الانسجه لما بتموت بتصفر؟ هذا هو السؤال. الانزيمز والله لو ما قلته. السيل ممبرين ايوه كده ايوه يا جدع قلت ايه بقى؟ السيل ممبرين اللي هو عباره عن فوسفو ايه؟ فوسفوليبيد اتكسر عن طريق فوسفو لايبيز مش الفوسفوليبيد اتكسر بقى عندي محتوى دهني موجود فوسفيت وليبيد فانا عندي ليبد يعني في دهون ولذلك النسيج المفروض مصفر بيصفر ليه؟ لان في دهون السيل ممبرين اتكسر فبقى عندي فوسفيت وليبد طيب ده بالنسبه للايه للشكل بالعين جروس بيتش طيب تحت الميكروسكوب اشوف ايه؟ بصوا يا شباب تحت الميكروسكوب هسالكم سؤالين السؤال الاولاني لو جبت على السؤالين دول هنط على اللي بعديه على طول على الحاله اللي بعدها السؤال الاولاني السيلولار ديتيلز تفاصيل الخلايا موجودة ولا لوست؟ موجودة أكيد لوست ما خلاص طبعا الممبرين اتكسر نيوكليس اختفت كل حاجة اختفت يبقى إذا ده صح السؤال الأولاني جاوبته صح سيلولار ديتيلز ما عادش فيه ديتيلز لوس أوف سيلولار ديتيلز السؤال الثاني الأركيتكشر أوف ذا تيشو يعني إيه أركيتكشر أوف ذا تيشو؟ يعني الشوارع والطرق والميادين والكباري والتخطيط بتاع النسيج اللي هو الكونيكتيف تيشو يعني
الاركتيكشر اوف ذا تيشو لوست ولا بريزيرفد؟ بريزيرفد، بيفضل فتره زي ما هو. عشان كده انت لما لقيت الكونسيستنسي كانت فيرم، فيرم ماسك نفسه ليه؟ لان لسه النسيج لازال محتفظ بالشكل العام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي يا دكاتره انا جبت لكم مثلا حته من القلب ماتت كوجولات النكروز، هبص تحت الميكروسكوب هقول انه ميت. هو ايه اللي ميت؟ قلب. ايش عرفك؟ شكل القلب. ايه اللي ميت؟ ليفر. ايش عرفك؟ تخطيط الليفر. عندي بورتال تراكتس، عندي سنترال فين، عندي التركيبه العامه موجوده، بقدر احدد تحت الميكروسكوب ان ده كان ليفر، ان ده كان هارت، ان ده كان سبلين. يعني الاركتيكشر از بريزيرفد، السيلولر بتيلز لوست، الاركتيكشر بيفضل زي ما هو. وده من اهم خصائص الكواجولاتيف، ده من اهم خصائص الايه؟ كواجولاتيف، انه بيحتفظ بالايه؟ اركتيكشر. الحته دي ام اس كيو مهمه جدا، بيحتفظ بالاركتيكشر، لان الاركتيكشر يا دكاتره بيقاوم الاسكيمي. الكونكتيف تيشو، كونكتيف تيشو بيقدر يقاوم الاسكيمي، بيقدر يعيش من غير دم. الالياف تستحمل الهايبوكسيا، الخلايا لا، خلايا تموت وتفاصيلها تختفي، الالياف تفضل زي ما هي. فعشان كده النسيج كان فيرم عامل زي اللحمه المسكينه. ده النوع اللي اسمه كواجولاتيف. خلاص. النوع اللي بعده، النوع اللي بعده عايز تقول ايه؟ قول قول. ايه سؤالك؟ ايه سؤالك؟ ها؟ دكتور مكتوب ده outlines of the cells are retained. لا، نقدر نقول outlines of the tissue. خلاص؟ بس السيلولار ديتيلز نفسها، انت بتتكلم على الاوتلاينز اللي هي تقصد ايه؟ سيل ميمبرين؟ مش عارف. لا طبعا السيل ميمبرين يبقى دامجد لوست، ما عادش موجود، فمفيش ديتيلز. انما التيشو ديتيلز ممكن التيشو اوتلاينز، اه، انما السيلز نفسها. يعني السيلز ساعتها يا دكتور ممكن نتعرف عليها ولا مش نعرف؟ هو انت ازاي بتعرف الخلايا تحت الميكروسكوب؟ الخلايا بعرفها تحت الميكروسكوب ان ليها حدود وليها نقطة كده في النص زرقاء، مش هيك الخلايا؟ النقطة الزرقاء عبارة عن ايه؟ نيوكليس. وحدود الخلايا عبارة عن ايه؟ سيل ممبرين. السيل ممبرين اتكسر والنيوكليس اختفى. بس. انما ايه اللي موجود؟ ايه اللي فضل موجود؟ الفايبرس تيشو، الاركتكشر، البورتال تراكت، الكلام اللي هو يميز لك نوع النسيج ايه؟ تمام كده؟ طيب. ده بالنسبة للكواجيلاتيف نيوكليس. الكازيشن نيكروز قصته ايه بقى؟ امتى النسيج بيتحول الى ماده تشبه الجبن؟ ده بيحصل في حاله عنيفه جدا. سمعتوا يا دكاتره عن مرض السل التيبي؟ تيوبركلوزس. التيوبركلوز ده عباره عن بكتيريا، بكتيريا بتدخل الجسم، يقوم جهاز المناعه يعمل ردود افعال عنيفه جدا ويجمع خلايا كتيره جدا حوالين البكتيريا. ليه؟ لانه مش عارف يموتها. طب انت مش عارف تموتها، عنده عقدة نقص، انا مش عارف اموتها، طب اعمل ايه؟ اكسر في الحراره. مين اللي بيكسر؟ البكتيريا؟ لا، خلايا المناعه هي اللي بتكسر، جرانيلوما اللي اتكونت. فتعمل تفرز مواد كازيتنج فاكتور تدمر، تقول لك ندمر المكان اللي فيه لعل وعسى البكتيريا تموت. والبكتيريا برضه مش هتموت. مين اللي هيموت؟ التيشو، ويتكسر ويتحلل ويتحول الى ماده تشبه الكازين تشيز. خلاص؟ يبقى انا عندي سبب الكازيشن هو مرض اسمه تي بي. عايزين نوصف جبنه كازين، عايزين نوصف جبنه كازين، ها؟ الكونسيستنس بتاعتها تبقى ايه؟ سوفت، ها؟ سوفت. وهتبقى بس سوفت ايه؟ تشيزي، سوفت تشيزي. جميل؟ لونها؟ يلو قوي ولا وايت قوي؟ وايت. يلو شوايت. خلاص، يبقى اللون يلو شوايت، لا هي جبنه نست ولا هي جبنه قريش، حاجه جايه في النص. يلو شوايت. الجبنه الكازين اللي شافوا الجبنه القريش، جبنه قريش ما بتبقاش، ما فيهاش سائل، الجبنه القريش ما فيهاش دراي. خلاص؟ فهتلاقي ان النسيج ده دراي، ناشف، ما فيهوش ميه. عامل زي الجبنه بالظبط. سوفت تشيزي، يلو شوايت، دراي. انت عارف الجبنه الكازين مفروله كده شويه، تيجي تفركها في ايدك كده تفرول كده شويه. قريبه من القريش برضه في الحته دي. فبيقول لك هو جرانيولر. جرانيولر، بيفرول. خلاص؟ يبقى انت عايز كده، بصوا جبنه، حته جبنه قريش كده. خلاص؟ يبقى ايه تاني؟ سوفت تشيزي، لونها يير مش وايت، ما بتجيبش ميه، دراي، ولكن لما فروكها بتبقى جرانيولر. ده النسيج لما بيموت بسبب التي بي بيبقى عامل كده. تتوقع كده، سؤال يعني، تحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب اشوف تفاصيل؟ مفيش أي تفاصيل.
لا تقول لي اركتكشر ولا تقول لي سيلز، لان المواد اللي خرجت من جهاز المناعه في اللنج دمرت الدنيا باللي فيه، مواد عنيفه جدا. فهبص تحت الميكروسكوب هلاقي المنطقه ستراكشرلس هوموجينس، مش باين انها لنج اصلا. ايزينوفيلك طبعا، كل اللي ميت ايزينوفيلك. حلو، ولكن في شويه جرانيولاريتي، مش انت لما جيت حسيتها كانت جرانيولر؟ يعني في شويه بواقي كده ايه، خلايا لسه ما تحللوش قوي، جرانيولار ديبري يعني بواقي خلايا. وطبعا مين اللي عمل القصه دي كلها؟ التي بي، الجرانيولوما بتاعت التي بي، جرانيولوما اللي هي الخلايا المناعيه اللي اتجمعت، جرانيولوما دي اسمها جرانيولوما. جرانيولوما يعني خلايا المناعه اللي اتجمعت عشان التي بي موجود. يبقى هشوف في المكان، المكان بقى هوموجينس ستراكشرلس، اتمسحت الملامح مع شويه بواقي جرانيولاريتي مع الجرانيولوما هي اللي عملت الكلام ده. ده اللي موجود تحت الميكروسكوب، المثال بتاعنا تي بي. طب انا عايزكم تقولوا لي مثال على الكواجيلات النيكروز، مثال الاسكيميا. موت عضله القلب بسبب الاسكيميا اسمه ايه؟ مايوكارديال انفاركشن. انفاركشن، انفاركشن يعني موت بسبب الاسكيميا. الجنجرين، بس الجنجرين هي عمليه موت صح زي ما انت قلت، بس حصل معاها تعفن، فما نقدرش نقول عليها كواجيلاتيف، بس اللي بيحصل معاها تعفن كمان، في بكتيريا بتشتغل. تمام؟ طيب ده بالنسبه للكازيشن معايا ولا ايه؟ طيب نيجي لقصه الليكويفاكتيف نيكروز. ايه اللي يعمل كومبليت ليكويفاكشن الانسجه، يحول النسيج الى ماده تشبه الميه؟ الكلام ده يا شباب بيحصل في ثلاث حالات، وكل حاله ليها تفسير. الحالة الأولى اللي النسيج فيها بيموت يبقى عامل زي المية، هي الحالات الالتهابات الصديدية. عارفين الصديد؟ عارفين البص؟ الصديد مادة صلبة ولا مادة سائلة؟ سائل. لونه أبيض ولا أصفر؟ أصفر. مادة سائلة صفر. هو إيه الصديد ده؟ عبارة عن إيه يعني؟ نسيج ميت، خلايا ميتة بس ماتت وحصلها ليكوفاكشن. إيه اللي عمل لها ليكوفاكشن؟ الخلايا اللي موجودة جوه الصديد نفسه، خلايا الجسم اللي هي النيتروفيل والباسلز، بتفرز انزيمات قويه جدا، بروبيوتيك انزيمز، تدمر المكان خالص لانها كانت في معركه مع البكتيريا. فلما في نتيجه المعركه دي بتفرز مواد قاتله مدمره تسيح المكان كله. فانا عندي اول مثال البايوجينيك ابسس. بايوجينيك يعني باس، ابسس يعني ايه؟ خراب. ابسس خراب. دكتور، ها السياسات عشان بقول عليها شويه الايه؟ نصلي المغرب؟ طيب اوكي حاضر. احنا العشاء الساعة كام؟ الساعة 6 و ايه؟ 6 وثلث؟ 6 الا ولا 6 و 6 و استنى كده متأكد معاك بالظبط. طب العشاء يبقى 6 ونص ل 5 خلاص، يعني ممكن لحد 6 و 5 كده و 6 و 10 خلاص؟ هنكون خلصنا ان شاء الله الحته دي مع الابتوس كمان، يبقى فاضل لنا حته كده خمس دقايق. البايوجينيك ابسس يعني بنتكلم على خراج صديدي. الصديد نفسه ده احد الحالات اللي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها ليكوفاكشن. بسبب ايه؟ بسبب ان الصديد، الخلايا اللي موجوده في الصديد بتفرز سترونج بروتيوليتيك انزيمز. سترونج بروتيوليتيك ايه؟ انزيمز. لان كان في معركه مع البكتيريا، الصديد ده يا اولاد كان فيه بكتيريا اصلا. وطالما في بكتيريا يبقى خلايا الجسم بتعمل حرب عنيفه جدا. نتيجه هذه الحرب العنيفه ان بفرز مواد قاتله مدمره بتحلل الانسجه، فتتحول الدنيا كلها تبقى بركه ميه. تمام؟ ده المثال الاولاني. المثال الثاني نوع من انواع الطفيليات اسمه اميبا، اميبيك ابسس. عارفين اميبا؟ ده بارازايت. الاميبا تقدر انها تفرز بروتيوليتيك انزيمز برضه. بروتيوليتيك انزيمز. يبقى الاميبا تقدر تعمل لي ليكوفاكشن. خطيره جدا الاميبا. بتيجي عن طريق الميه، بتيجي عن طريق الخضار الملوث. الميه الملوثه. النقطة الغريبة بقى في ايه؟ ماشي دول مفهومين، يعني صديد وفي معركة وفي ضرب وفي انزيمز تدمر المكان، اميبا هي نفسها بتدمر، ماشي اوكي لوجيك. انما تقول لي بقى ايه؟ البرين، البرين نيكروزز موت. المخ، المخ لو مات بيتحول للحالة السائلة ايه؟ السي اس اف. لا
المخ نفسه ليه بقى؟ لان الاعصاب اعصاب السي ان اس يا اولاد الاعصاب بتاعتنا ملمسه بعض ولا معزوله؟ معزوله بايه؟ المايلين شيت. والمايلين شيت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ليبت. ليبت يقولك لو الخلايا العصبيه ماتت المايلين شيت بينحل بيتفكك مفيش حاجه بتحافظ عليه وبيجي من الشوان سيلز. يقولك المايلين شيت ده بيتحلل، فلما ينحل المايلين شيس يتحول لماده زيتيه. يقول لك دايما المخ لما بيموت بلاقي مكان هذا الموت حفره جواها زيت. زيت زيت مخ بيموت بزيت معروفه يعني. فيقول لك البرين بسبب الهاي كونتنت اوف ايه اوف ليمت، بسبب الهاي كونتنت اوف ايه اوف ليمت. يبقى ميكانيزم تاني خالص. يبقى ايه تاني حالات الليكوفاكتيف نيكروزس؟ ها حالات الليكوفاكتيف اول حاله لو في فايجينيك ابسس في خراج هو بيدي بروبيتيك انزايم، او في كائن توفايد اسمه ايه الاميبا اميبك ابسس، او في حالات البرين ديث لان البرين في عندي هاي كونتنت اوف ايه اوف ليمت. لما اجي ابص على الانسجه اللي حصل لها ليكوفاكشن طبعا هيبقى نسيجها هيبقى لونه يلو وليكويفايد فلويد. يعني تحت الميكروسكوب بص يا دكاتره كده معايا الحته دي، انا يعني هوصف حته حته كده اقول ايه تفسيرك، يعني حاول تفكر كام معايا. يقول لك مبدئيا لما تيجي تبص تحت الميكروسكوب هناخد مثلا خراج في المخ او مشكله في المخ، يقول لك مبدئيا كده هتلاقي المنطقه الميته عباره عن سيست. عباره عن ايه؟ سيست. ليه؟ كل المحتويات اللي فيها طبعا اتحولت لحاله سائله. يبقى مبدئيا رقم واحد بشوف سيست. طيب ادي واحد. اثنين ده بالجروس؟ لا لا ده مايكروسكوبي، بتكلم مايكروسكوبي. جروس مفيش، انا بشوف سائل. جروس بشوف ليكويد لونه يلو، ليكويد يلو خلاص. ده الجروس بعناية ايه سائل اصفر. ده تحت الميكروسكوب. ابص تحت الميكروسكوب اخد عينه الاقي سيست. ماشي. داخل هذه السيست انسجه ليها تفاصيل ولا ستراكشرلس؟ ستراكشرلس. اذا كان الكازيشن اللي هو ماسك نفسه شويه كان ستراكشرلس، ما بالك بالليكوفاكشن مفيش اي تفاصيل. فهلاقي النسيج بقى فيه عندي ستراكشرلس تيشو، ستراكشرلس هوموجينس تيشو اهو اهو. جميل. طبعا الجسم بيحاول ينظف، بينظف عن طريق ايه؟ ماكروفيش. فبلاقي عندنا ماكروفيج او انفلاماتوري سيلز، وبلاقي انفلاماتوري سيلز. انفلاماتوري سيلز خلايا التهابات، التهابات يعني في خلايا جت من الدم عشان تنظف. حلو. يبقى في عندي هوموجينس تيشو وانفلاماتوري سيلز. جميل. ايه تفسيرك للانفلاماتوري سيلز؟ عشان نعمل كلين كلين. طيب بص بقى معايا، يقول لك وهلاقي في اطراف السيست بروليفريتد كابيلاريز او بروليفريتد نيو بلاد فيسلز. ها ايه تفسيرك نيو بلاد فيسلز؟ يبقى الجسم بيحاول يعمل هيلينج، بيحاول يصلح. دي محاولات اصلاح، بجيب شويه اوعيه دمويه مكان ممكن يكون فيه نقص في الدم او عجز في الدم، فدي محاولات اصلاح. الدنيا اتدمرت وباظت خالص فبننظف وبنحاول نصلح في نفس الوقت. طيب ركز في الحته دي. وممكن الاقي في بعض الانسجه فايبروبلاستس. فايبروبلاستس ايه تفسيرك لوجود الفايبروبلاستس؟ برضو بحاول اصلح، عمليات اصلاح، ولكن المخ ما فيهوش فايبروبلاست، في جلايال سيلز. يبقى اقول فايبروبلاست اور جلايال سيلز. والجلايال سيلز في حاله واحده فين؟ في البرين او في السينس. خلاص تعرف تقول لي كده بالميكروسكوب تاني؟ سهل خالص. لما اتكلم على الليكوفاكتيف يبقى معناه ان الدنيا بقت كلها ايه؟ سيست. سيست محتوى هذه السيست في ديتيلز ولا ستراكشرلس تيشو؟ ستراكشرلس. وبنحاول ننظف انفلاماتوري سيل، وبنحاول نصلح بالنيو كابيلاريز اند فايبروبلاست. ولو ما عنديش فايبروبلاست جلايز. ادي يا سيدي الليكوفاكتيف. في عندنا النوعين اللي في الاخر، واحد اسمه فات نيكروز والثاني اسمه فايبرينويد. ايه قصه الفات نيكروز وايه قصه الفايبرينويد؟ قصتين سهلين. قصتين سهلين. حاضر ما تقلقش. بالظبط و10 ان شاء الله و5 او 10 بكتير اكون ايه هناخد البريك الاخير وبعدها هبقى معايا حته زرافه. بصوا يا اولاد،
القصة الفات نيكروز كالاتي. قصة فات نيكروز يقصد حصل ايه؟ حصل death of fat cells. الخلايا الدهنية اتكسرت. الخلايا الدهنية اللي موجودة في الجسم اتكسرت. ولكن السؤال هو ايه اللي ممكن يكسر خلايا دهنية؟ اديبوستيشو. اديبوستيشو ده موجود فين؟ موجود صاب كتيني وسلاحة الجلد. دهون. وموجود جوه البطن ومنتال فات وموجود في الأنسجة يعني. ايه اللي ممكن يكسر خلايا دهنية؟ عندي حالتين. عندي حالتين. لا 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 الاستربيشن ما تكسرش خلايا دهنية. الاستربيشن ما هيسحب دهون من الخلايا الدهنية بس ما تكسرش ابدا. بس تكسر يعني البرين اتكسر. الخلايا ماتت. بتموت. ايه اللي موتها؟ اللي موت الخلايا الدهنية عندي حالتين. انا اول ما اسمع كلمة فات نيكروز هيبقى في عندي علامة استفهام كده دايما. اقول لك ايه اللي موتك؟ يعني الاجابة على الاستفهام ده هو الموضوع. اول سبب يموت الخلايا الدهنية تعرضت الى خبطة عنيفة تروماتيك. فات نيكروز. تروما. اشهر مثال عندنا بيحصل عند الفيميل تروما اوف ذا بريست. تروما اوف ذا بريست غالبا اكسيدنت. حادثة سايقة العربية اتكلم في الموبايل مش شايفة قدامها مش لابسة الحزام ما عندهاش ايرباك وراحت بنمرة تموت لبست في عمود وخبطة عنيفة جدا عملت تروما. ركز معايا الحتة اللي جاية دي كويس. ايه مشكله التروما في البريست وايه المشكله لما الخلايا الدهنيه تتكسر؟ طبعا الحادثه فيها اصابات عنيفه مش هتفكر خالص في اصابه البريست. بعد فتره طبعا الخلايا الدهنيه من اي خلايا في الجسم بتموت في كالسيوم جوه الخلايا. انا عندي كالسيوم وعندي دهون. الكالسيوم بيتحد مع الدهون بيعمل ايه؟ يعني الصابون قام اتكون عندها كلاكيع صابون جوه البريست. يا ترى الصابون اللي اتكون ده طري ولا ناشف؟ لان في ايه؟ كالسيوم. حلو. تفاجأ بعد فتره من الاصابه اسبوعين ثلاثة شهر عندها كتله صلبه في البريست. يقول لك يا رب انا لسه طالع من حادثه ومكسره وكمان طلع لي تيومر. تبقى ايه؟ يبقى هتتخيل ان ده ممكن يكون تيومر. هتروح لدكتور مش فاهم خالص اي حاجه بيعملها كاتب على العياده بتاعته جراح واطفال ونساء فطبعا هيقوم مشخصها من غير اي انفستيجيشن انها كانسر ايه؟ بريست. ونتيجه هذا التشخيص الخاطئ يقوموا عاملين لما الحاله تشخص كانسر بريست يعملوا ايه؟ يقوموا شايلين البريست عمليه ماستكتومي ويقوموا شايلين البريست ارض. اهميه هذه القصه يقول لك ان التروماتيك فات نيكروزز مشكلته انه مس دايجنوزد از كانسر بريست. بس انا عايزك تعرف المعلومه دلوقتي خلاص. دي بس الحته اللي عايز اطلع منها هنا اطلع بيها هنا في الحته دي ان هو مس دايجنوزد از كانسر بريست. هو كان المفروض دكتور يعمل ايه؟ لا تعالى ماشي. ده يعني اوصل حاجه خالص اقول لها روح اعمل لي ماموجرام يعني اعمل لي اشعه ثدييه اللي هيعرف اذا كان في تيومر مش تيومر. يا سيدي الماموجرام لخبطك وشايف كالسيفيكيشن واحده ناشفه خد عينه بس بص ده هيبين دي ايه بالظبط. هو شويه كالسيوم يعني مش حاجه تستاهل. امال يعمل ايه لو اكتشف ان هو تروماتيك فات نيكروز؟ يشيل الجزء ده بس لا يستدعي ان هو يعمل حاجه راديكال. المهم يبقى اذا اول سبب عندنا تروماتيك واهميته ان هو ميسك دايجنوزس كانسر. ناخد الحاله الثانيه كان ليها اهميه سياسيه في مصر. كانت قصه قديمه حصلت كده من فتره طويله. انتوا عارفين شاه ايران؟ كان في نظام في ايران اسمه نظام الشاه. وحصلت الثوره في ايران حصلت ثوره في ايران على الخميني على شاه ايران وجه الخميني مكانه. فالمهم شاه ايران ده هرب من ايه؟ من ايران وكان مطلوب للاعدام. فطبعا كان صديق السادات يعني الروح بالروح كده. فالسادات قال لك ايه؟ ينزل مصر ليه؟ لان حصل له كانسر يعني جاله كانسر في السبلين. شو جاله كانسر ينزل مصر يتعالج في مصر ليه؟ بيقول لك لان لا لا اصل لا مصر زمان خلي بالك احنا كنا اجدع ناس نعمل عمليات سبلينكتومي. ده كنا اكتر دوله في العالم بتشيل طحال. ده احنا كانت البلد الوحيده اللي عندها الهاليزيس في الدنيا كلها. فكان موضوع السبلينكتومي عندنا ده حاجه يعني ما فيش حد زينا في القصه دي. المهم فقال لك الراجل محتاج يشيل الطحال فهاتوه مصر. واتفق مع دكتور انجليزي مشهور جدا وقتها قال لك الجراح ده يشرف بس كده العمليه. الجراح ده طلب وقتها $1,000,000. ده الكلام ده شوف زمان قوي. شوف تخيل $1,000,000 ده كانت يعني ثروه قوميه.
السادات وافق بكل كرم، قال لك اديله مليون دولار. المهم الجراح ده اول ما دخل بيعملوا عليه فحص العين، قال الناس كلها بره وبدا يشتغل، فتح بطن الراجل دخل عايز يشيل السبلين، قام راح معور دين البنكرياس، معور دين. تعرفين في ريليشن سبلين اهو، وانا عايز اقفل البيديكل بتاعته، قام جاي كده بالمقص مقصص دين البنكرياس. طبعا غلطه شنيعه. قام حصل ايه بقى؟ البنكرياتيك تروما، ده الحاله الثانيه، يقول لك لو حصل بنكرياتيك تروما او اكيوت بنكرياتيتس او خلينا نقول بنكرياتيك انجري ايا كان نوع الاصابه، عارف هيحصل ايه؟ طبعا هو الموضوع بيموت، بس انا ما يهمنيش الموت حصل ليه، انا يهمني الطب الشرعي ساعتها قال ايه. يقول لك لو حصل انجري في البنكرياس، عارفين في انزيم بيطلع من البنكرياس اسمه لايبيز، صح؟ هيقوم اللايبيز هيدامج الاومنتال فات، الدهون اللي موجوده في الاومنتال ما تتكسر. الراجل بدات الدهون اللي في بطنه تتكسر، يزعل حد في حاجه؟ ايه يعني الدهون في بطنه تتكسر؟ خير وحشه دي يعني؟ حلو هتتكسر ايه يعني؟ والدهون اللي اتكسرت بقى فيها فاتي اسيدز، بقى فيها فاتي ايه؟ اسيدز، بيبايند مع مين؟ مع الكالسيوم، قام عمل عمليه سابونيفيكيشن، بقى الراجل في بطنه صابون. هذا الصابون يظهر بالعين لونه ايه؟ الصابونيفيكيشن هيظهر لونه ايه؟ وايت. ليه لونه وايت؟ لان في كالسيوم. خلاص بيبقى عندي وايت فيرم صابونيفيكيشن، كلاكيع بيضه ظهرت في البنكرياس. مش ده اللي يهمني؟ يقول لك الراجل ده طبعا البنكرياس ما فيهوش لايبيز بس، ده فيه لايبيز وفيه بروتيزز وفيه اماليز، فيه جميع الانسمات اللي ممكن تدمر اي حاجه. اي بني ادم في الدنيا بيجي له بنكرياتايتس او بنكرياتيك انجري بيموت. ليه بيموت؟ لو ما اتلحقش، يقول لك لان الانزيمات دي بتنزل في البطن تقطع في الاوعيه الدمويه، فاللي عنده بيحصل له نزيف قاتل. الراجل مات في مصر. مات في مصر. جم بتوع الطب الشرعي بقى، بتوع الطب الشرعي بقى احلى ناس بقى، ما كناش نعرف القصه دي زمان. كتبوا في التقرير ان احنا لقينا كتل بيضاء فوق البنكرياس. طب ايه سبب الموت؟ قال لك سبب الموت هو موت حد في الدوره الدمويه. وبعد ثلاث اربع سنين جراح الانجليزي وهو بيكتب مذكراته قال لك ايه؟ قال لك ان انا عملت هذه العمليه، خدت مليون دولار من السادات عشان اشيل السبلين، وخدت مليون دولار من الخميني عشان اعور البنكرياس. شوف الكلام؟ وعرفنا ساعتها، فهمنا ساعتها ان البنكرياتيك تروما اللي حصلت، هما طبعا كانوا مسببين لنا كتير قوي. عايز ينتحر؟ ليك عايز ده شاه ايران دوت كان عايز يقتله. الخميني هو اللي اداله مليون دولار. اه عايز موت الراجل مش هتقبله الاعدام، فهو جاب لك قال لك خلاص وصل ليه يعني. فالمهم هو يعني هي عمليه موت عمد، صح؟ هو قتله عامدا متعمدا وموت الراجل، الجراح موته. بس ابوه جرح بعدين، ما هو بعد ما الراجل يا عم هو تفرق معاه حاجه، الراجل خد 2 مليون يعني. ساعتها الراجل سافر عادي جدا مش اي مشاكل، لان الطب الشرعي وقتها ما كانش عندنا يعرف. على فكره الكلام ده انا ما بتكلمش من 100 سنه مثلا، الكلام ده برضه يعني مش بعيد قوي، بعيد عننا. ما كناش نعرف للاسف، الطب الشرعي ما كانوش يعرفوا قصه الفات نيكروزز. لو كانوا يعرفوها الكتل البيضاء اللي شافوها في البنكرياس دي كان معناها ايه؟ معناها ان حصل بنكرياتيك انجري. الراجل ما يسافرش، مت قفش في المطار هات المليون دولار. مش مهم مش قايل خالص. حلو. فده بيحصل في الاكيوت بانكرياتايتس او في البانكرياتيك انجري. اللي ايه؟ السادات. مال السادات؟ حصلت قفش مين يا عم خلاص؟ يعني السادات حصلت على طول. يلا قولوا لنا يا اولاد الميكانيزم تاني كده بسرعه. يلا الميكانيزم، لما بيحصل بانكرياتيك انجري بيحصل ريليز من الايه؟ لللايبيز، واللايبيز بيعمل دامج للاومنتال فات، فيحصل ريليز للفاتي اسيدز اللي متبايند مع كالسيوم، وتدينا عمليه سابونيفيكيشن اللي هو لونه بيبقى وايت والكونسستنسي فيرم، وده بيستخدم في الطب الشرعي دليل على اصابه البنكرياس اثناء العمليات دي اهميته. يبقى الاثنين دول مهمين، واحد مهم عشان ما تشيلش البريست غلط، والثاني مهم عشان لو حصل وفاه اثناء العمليه الطب الشرعي يقفشوه. خلاص ده اهميه الفرق بينه وبين الليكوفاكتيف. الفرق بينه وبين الايه؟ الليكوفاكتيف. لا الليكوفاكتيف النسيج تحول لحاله ثانيه. ما تتحولش. لا ده بالعكس ده صلب، ماده صلبه.
ماده صلبه. الدهون لما بتتكسر بتدينا فاتي اسيد، فاتي اسيد بيمسك مع الكالسيوم يعمل كتله صلبه، صابون صابون قصه ثانيه خالص. ده بالنسبه لقصه الفات نيكروز يا دكتور. اخر قصه عندنا اسمها فايبرينويد نيكروزز، يعني هي مش نيكروز خالص. انا اقول لك قصتها كده وانتوا احكموا من السوق. يعني قصه الفايبرينويد نيكروز بيقول لك ايه بقى؟ احنا الاول قلنا عندنا كام نوع من الفات نيكروزز؟ الفات نيكروز كام نوع؟ نوعين. الاول اسمه مالك كروماتيك، وده بيحصل فين؟ في البريست. والثاني اسمه انزيماتيك. انزيماتيك ده بتاع البنكرياس. انزيماتيك وكروماتيك ده اللي كسر. طيب اخر نوع من انواع النيكروزز عندنا اللي هو الفايبرينويد نيكروز. ايه قصه الفايبرينويد؟ في بعض الامراض المناعيه، بعض الامراض المناعيه ما يهمنيش تفاصيلهم دلوقتي، بس امثله مثلا في مرض اسمه بولي ارترايتس نودوزا. بولي ارترايتس نودوزا مرض بيعمل التهابات في الشرايين متعدده، التهابات وتكتلات في الشرايين. وفي مرض اسمه روماتيك فيفر، عارفين روماتيك فيفر؟ الحمى الروماتيزميه. الحمى الروماتيزميه بتعمل كتله كده بؤره في القلب، اسم العالم اللي اكتشفها اسمه اشوف، بيسموها اشوف نديول. بؤره كده في القلب عباره عن التهابات مناعيه. يبقى انا عندي في بعض الامراض المناعيه، المرضين دول يا ولاد على فكره اوتو اميون، المرضين دول اوتو اميون، مرض التهابات متعدده في الشرايين اسمه بولي ارترايتس نودوز، ومرض التهابات في القلب اسمه روماتيك فيبر بيعمل كتله ملتهبه اسمها اشوف نديول. طيب عايز ايه بقى؟ انت عايز ايه في الموضوع ده؟ يعني ايه بقى ايه القصه؟ يعني يقول لك ان في هذين الالتهابين وفي بعض الالتهابات المناعيه الاخرى بيحصل اثناء الالتهاب ترسيب ديبوزيشن اوف فايبرين. انت عارفين فايبرين؟ فايبرين ده جاي منين؟ من الدم، بس كان اسمه فايبرينوجين. بيحصل له اكتيفيشن بسبب الالتهابات الموجوده، وبيحصل ديبوزيشن اوف فايبرين في الجدار، او بيحصل ديبوزيشن اوف فايبرين في القلب. ديبوزيشن اوف فايبرين، اكسس فايبرين، قاموا سموه فايبرينويد نيكروزس. بس طب بذمتكم ده نيكروزس؟ هو ده نيكروزس؟ فين ده نيكروز اصلا؟ واحنا النيكروز في الاول قلنا ايه؟ يعني ايه نيكروزس؟ ديث اوف جروب اوف سيلز. فين السيلز وفين الديث؟ ده اصلا مش نيكروز، اتحط كده خطا من انواع. كانوا معتقدين ان دي خلايا ميته او حاجه متكسره، واكتشفوا بعد كده انها فايبرين. انا عايزكم قبل ما ناخد احنا على فكره بقى لنا حته صغيره خالص، ان شاء الله مش هتاخد مننا 10 دقايق بس، هتصلي الاول ما نرجع. بس عايزكم قبل ما نمشي ناخد البريك، عايزكم تلموني بسرعه كده، بسرعه بسرعه خالص. انواع نيكروز، يلا. انواع نيكروز اول نوع بيموت بدل اسمه كواجلات النيكروز. طيب الكواجلات النيكروز ده سببه ايه؟ نسيج. وعشان كده النسيج بيبقى لونه ايه؟ بالعين. بالعين. والكونسيستنس بتاعته فارغ. اهم كلمه الاركتكشر بتاع التيشو از صح. في نوع اسمه كازيشن، وكازيشن يعني سيميلر تو تشيز. عشان كده الجروس بيكشر بيبقى هارد ولا فيرم ولا سوفت؟ سوفت. شيزي جرانيولر دراي لونه يلوش وايت. تحت الميكروسكوب في تفاصيل؟ لا ستراكشر ليس، مع شويه جرانيولاريتي والجرانيولو. والمثال بتاعنا المرض اسمه تي في. النوع الثالث بيبوظ الدنيا بتبوظ خالص اسمه ليك وي فاكت. وده دي ثلاث حالات. الحاله الاولانيه الصديد من الابس، الثانيه بارازايت اميبا او اي موت يحصل في السينس او البرين. طبعا تحت الميكروسكوب اشوف المنطقه بقى فيها سيست، والسيست كونتيننج ستراكشرلس ماتيريال، وبنحاول نصلح انفلاميشن، وبنحاول نصلح بروليفريتيف كابيلاريز اند فايبروبلاست. ولو ما عنديش فايبروبلاست جلايت زي الفل. الفات نيكروز كام نوع؟ بس انا عايزك تقول لي السيجنفكس. سيجنفكس بتاع تروماتيك ميس دايجنوز از كانسر تيست، ده سؤال ام سي كيو مشهور. الثاني اسمه انزيماتيك، والسيجنفكس بتاعته انه بيعمل ان ذا ابدومن بيعمل سابونيفيكيشن. لو اتسالت في المايكروسكوبي بيكشر بتاع الفات نيكروز كمان فاضي. بص يا ولاد اخر حته بس، لو سالت في الفات نيكروز على المايكروسكوبيك او جاب لك المايكروسكوبيك عباره هشوف ايه؟ هشوف فات سيلز. فات سيلز نورمال ولا دامج؟ دامج. طيب ومعنى انها دامج
ان السيل السيل ميمبرين بتاعها او الاوت لاينز واضحه بيقول لك شادوي او شادو اوت لاينز شادو اوت لاينز يعني ضل كده حاجه كده خفيفه قوي اللي هي ميمبرين مكسر يعني خلاص بلاقي شادو اوت لاينز او شادو بوردرز حلو ويا ده مش سيلز طيب لو سؤال لو انا لقيت تحت الميكروسكوب بقع زرقاء ايه تفسيرك ايه الازرق ده كالسيوم يبقى كالسيفيكيشن كالسيوم بيبان تحت الميكروسكوب ازرق بس بالعين يبان ايه ابيض هو بالعين ابيض تحت الميكروسكوب ازرق فهلاقي فيه كالسيفيكيشن ميزوفيلك وهلاقي طبعا طالما في خلايا اتكسرت اكيد هتلاقي انفلاماتوري سيلز هلاقي انفلاماتوري امورفس امورفس انت عارف مورف يعني متشكل شكل يعني امورف مفيش شكل هوموجينس هوموجينس خلاص يلا هناخد بريك كده نصلي وبعدين نيجي ناخد الابوبتوز والجانجرين شكل ان شاء الله مننا مش هاخد 10 دقايق ان شاء الله نصلي بس المغرب